السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الصحيح قوله فاق الرجل من نومه أم أفاق الرجل من نومه؟ في العامية نستخدم فاق بمعنى استيقظ، وهذا لم يرد عند العرب، فنقول فاق الشيء فوقا وفواقا أي علاه، وفلان يفوق قومه أي يعلوهم، وفاق الرجل صاحبه أي علاه وفضله وغلبه. وتأتي فاق بمعنى مات أيضا، ففاق الرجل فواقا إذا شخصت الريح من صدره، وفلان يفوق بنفسه فؤقا إذا كانت نفسه على الخروج. والعرب تقول في الدعاء رجع فلان إلى فوقه أي مات. والصحيح أن نقول أفاق الرجل من نومه، لأن أفاق يعني عاد إلى طبيعته من غشية لحقته، فنقول أفاق يفيق إفاقة وفواقا. وكل مغشي عليه أو سكران معتوه إذا انجلى ذلك عنه، فنقول أفاق السكران من سكره، والنائم من نومه، والمريض من علته، والمجنون من جنونه، والغافل من غفلته. وقد قيل أفاق واستفاق، لغته لغة العرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.